سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا يؤكد أن طالب العلم أهم ما يجب عليه في سيره في طلب العلم أن يعالج نيته، والمعالجة تحتاج إلى مجاهدة، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان